برحب بحضراتكم من جديد. والحقيقه الفقره دي هيبقى فيها كلام كتير قوي على مباريات دوري ابطال اوروبا او الشامبيونز ليج بالارقام فنيا، يعني لكل اللي بيعشق بقى فنيات الكوره والارقام. هيكون طبعا معايا ضيفي اللي منورني دكتور وليد الحديدي الناقد الرياضي بالاهرام رياضي، وكلام كتير عن مباريات امبارح والنهارده. برحب بيك يا اهلا بيك يا ساره، تحياتي ليك يا دكتور، منورنا طبعا. تسلمك، ده نورك، ربنا يكرمك. عندنا كلام كتير قوي، وشفنا امبارح مباراتين. نبدا بمباراه ليفربول وريال مدريد، او نقول ريال مدريد بقى وليفربول. تمام، عايزه ابدا معاك كده فنيا، انه يعني ليه شفنا سيطره كبيره من ريال مدريد من اول دقيقه في المباراه بالرغم من الغيابات اللي عنده؟ كنا يعني لما عرفنا ان فاران وراموس مثلا هيغيبوا قلنا يمكن اهو شويه نشوف ليفربول، لكن لا، ليفربول تقريبا يعني ما جاش قوي المباراه الا محمد صلاح. شوفي، هو طبعا يعني مقدمات المباراه كانت بتقول ان احنا المفترض ان احنا نشوف مباراه فنيا او تهديفيا مميزه، لان الفريقين كان عندهم مشاكل في خط الدفاع، فبالتالي فكره ان الدفاع فيه مشكله هنا وهنا وخط الهجوم اوريدي مكتمل في الفرقتين الى حد كبير يعني، فطبيعي ان احنا نشوف اهداف ونشوف مباراه مفتوحه من الجانبين. لكن هي فكره تعامل كل مدرب مع المباراه هي اللي طلعت لنا النتيجه النهائيه بفوز ريال مدريد. زين الدين زيدان الحقيقه اشتغل كويس على المباراه وذاكر ليفربول بشكل دقيق نقدر نقول، وقدر يوصل للطريقه او للشكل اللي يقدر يكسب بيه ليفربول، واللي يقدر نقدر نقول يخطفه. وفي المقابل مش بس زيدان اشتغل على انه يضرب ليفربول وياخد منه او يقدر يحرز اهداف، لكن كمان اشتغل بشكل كويس على الناحيه الدفاعيه. كان عنده غياب زي ما انت بتقولي سيرجيو راموس وفاران اللي هم قلبين الدفاع الاساسيين والاكثر خبره، فجاه لقى نفسه بيلعب من غيرهم واعتمد على ناتشو ميليتاو، فبالتالي هو كان التحدي بالنسبه له انه يحرز اهداف وانه يحافظ على الدفاع بتاعه ويعمل جدار حمايه للثنائي ناتشو ميليتاو ضد طبعا الهجمات المتوقعه وسرعات فريق ليفربول. الرهانين دول الحقيقه اشتغل عليهم زيدان بشكل محترم وقدر يكسبهم خلال المباراه. في المقابل كان عندي يورجن كلوب رهان تاني انه عايز يرجع بنتيجه ايجابيه من الفريدو دي ستيفانو تريحه في مباراه العوده، لما بقى انفيلد خلاص ما عادش يعني مرعب الخصوم مع غياب الجماهير، فبالتالي هو كان عايز يرجع وهو مطمن علشان يتفادى اي مفاجات ممكن تحصل. الرهان اللي عمله يورجن كلوب انه دفع بنبي كايتا في قلب وسط الملعب كلاعب ثالث، ودي اول مره نبي كايتا يلعب اساسي يمكن من مباراه فولهام اللي خسرها ليفربول في الدوري الانجليزي، كان الاعتماد بشكل اكبر على تياجو الكانتارا. الحقيقه الرهان اللي اشتغل عليه يورجن كلوب كان ليه هدف، ان نبي كايتا لاعب سريع، لاعب مهاري بيعرف يراوغ، هو يورجن كلوب توقع ان جدار الحمايه اللي هيكون عامله زين الدين زيدان لخط دفاعه هيكون هو ثلاثي خط الوسط اللي هو مودريتش وكروس وكاسيميرو، فهو كان الهدف برضو بالنسبه له انه يخترق هذا الخط ونقدر نقول يعني كده يستفرد بخط دفاع ريال مدريد لوحده. الحقيقه نبي كايتا كان رهان خاسر تماما على كل الوجوه، ما قدرش يعمل دوره الهجومي انه يمر ويعمل التمريرات او الاسيست، وما قدرش يعمل الدور الدفاعي اللي هو مسانده الكسندر ارنولد اللي هو الظهير اللي كان مظلوم جدا الحقيقه في مباراه امس، وممكن هنتكلم فنيا كمان ونشرح ازاي كان مظلوم وازاي كان ظهوره بهذا الشكل السيء، وانه بان للناس انه كان سبب في هدفين او اقل اوراق ليفربول دفاعيا ما كانش بس مسؤول عنه الكسندر ارنولد، لكن كان مسؤول عنه نبي كايتا بشكل كبير. طب انا عندي سؤال، يعني انا اللي عايزه اساله جدا، انه ازاي انا بقالي فتره بتكلم على قد ايه يورجن كلوب مظلوم الحقيقه مع الغيابات اللي عنده كتير وخصوصا فان دايك، ودايما بقول ان ممكن غياب لاعب يخلي فريق كامل يقع والفتره والفترات كبيره، رونالدو مع ريال مدريد، ميسي مع برشلونه وغيره. لكن لما بشوف انه راموس بعد ما تاكد غيابه، كلنا كنا بنتكلم انه لا ده احنا نشوف ان ريال مدريد حقيقة في مشاكل في خط الدفاع بشكل كبير، وكنت يمكن بقول احصائيه من الاحصائيات انه اخر 10 مباريات لعبهم ريال مدريد في الشامبيونز ليج من غير راموس خسروا 7 منهم، وكمان معاك فاران، ومع ذلك زيدان قدر ان هو يغطي الحته دي. طب انا كده بقى يبقى يورجن كلوب ملوش عذر في غياب فان دايك؟ ما زيدان قدر يتعامل مع الموضوع. في فرق بين فجاه بتلاقي نفسك خسرانه لاعب زي مثلا راموس تاكد غيابه لسه من ايام، وفاران يمكن قبل المباراه بيوم او يومين تاكد انه غايب كمان، ده حاله طارئه تعامل معاها زين الدين زيدان بشكل سريع وتعامل معاها بشكل سريع وصحيح. في المقابل يورجن كلوب فقد فيرجيل فان دايك، وفقدان فيرجيل فان دايك مش بس
فقدان فني. فان دايك ما كانش بس بيدافع وما كانش بس بيحمي أليسون بيكر وما كانش بس حتى بيصنع الهجمات من 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 الدفاع وبيوزع الكرة بشكل كبير. فان دايك كان دوره قيادي، كان هو الشخص اللي موجود في الملعب كقائد لا يحمل الشارة وبيقدر في كل الأوقات انه ينبه لاعب خط له. يعني مثلا لو فان دايك طب موجود، طب ما راموس كده يا دكتور، دي راموس كده طبعا. ما هو انا هاجيلك ان ده كان فيه تقصير من يورجن كلوب. انه لما يكون عندك حالة وحالة مستمرة بشكل طويل، ما فيش عنصر المفاجأة زي اللي حصل مع زيدان. ده انت من بدري عارف ان فان دايك مش موجود بالظبط. فعلشان كده احنا نقدر نحمل يورجن كلوب اللوم، لان في مباراة بحجم مباراة ريال مدريد ما ينفعش تيجي تجرب لاعب زي نبي كايتا وتعتمد عليه في شكل ادائك التكتيكي، وهو اصلا مش لاعب اساسي ومش هو السوبر اللي كان بيكسبك في مباريات قبل كده. يمكن من مباراة ميتلاند مثلا في بداية البطولة ما لعبش نبي كايتا اساسي في دوري الابطال، وزي ما قلت لك من مباراة فولهام ما لعبش اساسي في الدوري، كان الاعتماد على الكانتارا، والدليل ان الكانتارا لما نزل الشكل اتحسن. ف الرهان او تعامل يورجن كلوب مع المباراه بالتاكيد تعامل سيء، وفكره انه يترك ناحيه كامله عنده اللي هي الناحيه اليمين الدفاعيه مستباحه لهجوم ريال مدريد بالشكل ده، طبعا ده تعامل سيء جدا. لكن الافضل منه او المتميز عنه، يعني زيدان كسب امبارح مش عشان يورجن كلوب سيء، لكن علشان الحقيقه زيدان تفوق في كل شيء. طيب الحقيقه عايزه اسالك برضو على، هل توقعت النتيجه دي؟ توقعت ان ريال مدريد يفوز ب3-1؟ لا الحقيقه انا كنت متوقع ان ليفربول يكون في اهداف من الجانبين، وكنت متوقع ان ليفربول هو كمان الاقرب للمكسب للاسباب اللي قلتها لحضرتك. ان انت بتلعبي على فريق من غير خط دفاعه، انت خارج كليفربول من فوز كبير على ارسنال بثلاثيه، المفترض تكون وصلت للهارموني بتاعك بتاع خط الهجوم، جوتا راجع وكان هو النجم الاول لمنتخب البرتغال في تصفيات كاس العالم، احرز في كل المباريات وتالق حتى وظهر اكتر من كريستيانو رونالدو، محمد صلاح راجع مع منتخب مصر وكان متالق وقدم اداء حتى نفسيا وكل شيء كان يعني كان متاح ان انت تعمل جيم كبير على ريال مدريد زائد الظروف اللي اتكلمنا فيها. لكن التعامل الفني فرق، يعني تعامل زيدان هو كان يعني ده ما كانش يوم يورجن كلوب على الاطلاق، ما كانش يوم بعض اللاعبين على راسهم نبي كايتا والمظلوم مع الكسندر ارنولد. طبعا قلبين الدفاع كاباك وفيليبس برضو كانوا الحقيقه سيئين جدا على مستوى التمركز وعلى مستوى التفاهم ما بينهم. لكن كمان كان في ريال مدريد فينيسيوس جونيور اللي ظهر امبارح بشخصيه اللاعب اللي جماهير ريال مدريد كان من زمان مستنيه يظهر بهذه الشخصيه، شخصيه اللاعب اللي تقدري تعتمد عليه، اللاعب الناضج مش مجرد ناشئ بينزل يراوغ ويلعب بشكل فني، لا امبارح كان بيلعب بشكل يعني عارف عنده تارجت بينفذه، مش مجرد انه نازل يستعرض الكره لما استلمها مثلا كره الجون الاول عارف ازاي انه هيستلمها ويدخل على جوه بعدين يسدد مباشره، ما كانش مركز اكتر في انه يعمل الفينش وكذلك في الهدف الثاني اللي احرزه. فبالتالي هذه المظلومه طبعا ما ننساش الدور الكبير والمهم والرائع لتوني كروس. توني كروس كان واحد من اهم محاور لعب زين الدين زيدان امبارح، واعتمد عليه في التمريرات الطويله اللي برضه هنتكلم عنها في الحالات الفنيه، وهنقول ازاي ان اللعبه البسيطه دي اللي لعب عليها ليفربول طبعا دي ارقام طبعا فينيسيوس جونيور اتفضلي. طبعا هو احرز هدفين امبارح، لعب 85 دقيقه واحرز هدفين، فرصه على المرمى كانت 3 وقدر ان هو يجيب هدفين وتصويبات نسبه عاليه جدا، يعني نسبه عاليه جدا. مش دي نسبه فينيسيوس جونيور من ساعه انضمامه لريال مدريد، زي ما قلت لك هو تقمص شخصيه مختلفه عنه امبارح. كمان التصويبات 4 على المرمى 2 منهم، والتمريرات الصحيحه نسبتها 83%. طبعا هو زي ما قلت لك فينيسيوس جونيور يعتبر هو رجل ريال مدريد ورجل المباراه. خليني اقول لك في ناس امبارح كانت بتقول حسينا ان رونالدو في الملعب. ده حقيقي. وعايزه برضو اسال حضرتك يا دكتور، انه كتير قوي كان عنده مشكله في الفنش الاخير بقاله فتره، وكنت بتكلم ان في انتقادات كتير كانت للولد ده، عنده 20 سنه لسه صغير جدا، ومع ذلك امبارح يعني ما اجمل ان تكون بداياتك كده قدام ليفربول عملاق انجلترا وتظهر بالشكل ده وتجيب الاهداف دي. ويرجع الفضل اعتقد لزيدان انه بعد انتقادات كتير ما كانش بيتاثر وبرده كان بيديله فرصه وشايف ان هو تدريجيا هيتحسن. في اصعب حاجه في الدنيا، وخلينا نتكلم عن الكره تحديدا، ان انت تغيري منتاليتي شخص. يعني فكره ان لاعب كره قدم عنده 20 سنه وبيلعب
لاعب من مراحل الناشئين في البرازيل، وبعدين حتى بعد انضمامه ريال مدريد كان ليه تصريحات انا قريتها انه بيسعد وبيفرح اكتر لما بيرقص او بيراوغ او بيقدم شكل فني اكتر ما بيجيب اهداف. تخيلي هذه العقليه اللي مش هتكون مجديه لفريق بطولات بحجم ريال مدريد، انت في الاخر جاي النادي علشان تكسبني علشان اعتمد عليك. فهذا الشكل كان بيلاقي انتقادات من جماهير ريال مدريد نفسها قبل حتى النقاد. زيدان قدر يحول هذه العقليه الى لاعب تو ذا بوينت، عارف بالظبط امتى يتحرك على المرمى وامتى يسدد على المرمى، وعارف بالظبط امتى يراوغ وامتى يمرر. اعتقد ان مباراه امبارح هي البدايه الحقيقيه لفينيسيوس جونيور مع ريال مدريد، لانه في مباراه كبيره ان انت تكون سبب الفوز مش بس بالهدفين اللي جابهم لكن حتى بطريقه التحركات. يعني احنا بنتكلم التمريرات الصحيحه نسبتها كمان 83%. طبعا ما هي دي الفكره، هو بس ما اعتمدش عليه كلاعب فينيشر. لا، هو امبارح فينيسيوس جونيور كان بيلعب جناح شمال، وكان راس الحربه اللي جوه المنطقه هو كريم بنزيما. التركه اللي كان بيعملها زين الدين زيدان هو عمل خدعتين في يورجن كلوب، خدعتين فنيتين. اول حاجه كان مركز في بدايه المباراه كل التمريرات من الجانب اليمين الدفاعي بتاعه من عند فاسكيز انه واسينسيو انه يلعب التمريرات لمندي اللي هو الظهير الايسر. هو كان مركز نازل عايز يخترق الجبهه اليمين بتاعه ليفربول، هو خلاص هو مركز فيها. فكانت كل تمريراته على مندي. في الوقت اللي كانت الكوره بتنزل على مندي كان الكسندر ارنولد كان واخد المان على فينيسيوس جونيور، كان مركز عليه. فاكتر من كوره كانت بتروح لمندي وبيخترق فيها بيشكل فيها. طبعا في الوقت ده كان المفروض نبي كايتا هو اللي يكون موجود يساند الكسندر ارنولد عشان يبقوا اثنين على الاقل ضد اثنين. ده ما كانش بيحصل، فالكسندر ارنولد كان بيلاقي نفسه قدام اثنين لعيبه. فكوره بكوره بكوره بدا الكسندر ارنولد ياخد القرار انه يسيب فينيسيوس جونيور ويروح يقفل على مندي. فبالتالي فينيسيوس جونيور ساعتها استلم واحرز الهدف الاول. دي احصائيات مباراه ليفربول وريال مدريد زي ما حضرتك شايف كده، الاهداف 3 ريال مدريد طبعا ليفربول 1، الاستحواذ 53% لليفربول و47% لريال مدريد. معظم الاستحواذ ده كان في الشوط الثاني، هو ريال مدريد كان عنده استحواذ يمكن اعلى شويه في الشوط الاول ووصل بيه للنتيجه اللي هو عايزها. يعني هو حقق اللي هو عايزه، احرز الهدفين، وبعدين بدا هو بقى اللي يرجع خطوتين في الشوط الثاني ويسيب الكره شويه ليفربول ويعتمد على الهجمات المرتده. استقبل هدف لكن كمان احرز هدف. فرص ليفربول على المرمى 4 ومنهم قدر يجيب هدف بس هدف طبعًا. واحد لمحمد صلاح، وخمسه بالنسبه لريال مدريد وكان منهم 3 اهداف طبعا. انا عايز اقول لك بمناسبه الفرص، يعني في رقم كارثي امبارح عمله ليفربول، انه الشوط الاول ملوش اي فرصه ولا تسديده على المرمى، صفر. وده رقم سلبي ما عملوش ليفربول من 2014. وبالصدفة يعني ان كان ساعتها برضو كان بيلعب ريال مدريد على سانتياغو برنابيو. فده يديك قد ايه كان الشكل كارثي في الشوط الاول، ده اللي خلى مثلا يورجن كلوب يعمل التبديل قبل حتى نهاية الشوط. يعني قبل نهاية الشوط بثلاث اربع دقايق خرج على طول نبي كايتا ونزل تياجو الكانتارا، علشان فعلا كان الوضع كارثي. وكان ممكن لو كان ساب نبي كايتا شوية اكتر كان ممكن الشوط الاول يخلص 3-0، وممكن لو كان اتاخر في الشوط الثاني في التبديل كان ممكن شوف نتيجة كارثية على ليفربول. كمان يا دكتور التمريرات الصحيحة نسبتها 88% بالنسبة لليفربول و85% بالنسبة لريال مدريد. لو جيت تحللي التمريرات الصحيحة بتاعت ليفربول هتلاقي كلها يا إما تمريرات عرضية قصيرة يا إما تمريرات للخلف. في المقابل كانت المخاطرة عند ريال مدريد أعلى. ممكن تكون النسبة أقل شوية لكن كان كل تمريراتهم أمامية وتمريرات طولية. فبالتالي الرقم ده ممكن يديك انطباع أن ليفربول كان مركز، لكن على العكس ريال مدريد هو اللي كان مركز هجوميه الاكثر. التصويبات على المرمى، يعني انت شايف ان ليفربول احصائيته ايه يعني؟ طبعا ما يعني لما تسددي 7 كرات كلهم على فكره في الشوط الثاني برضه. لا ما هو الشوط الاول ولا تسديده من ليفربول يعني على مرمى يعني ريال مدريد كان غريب جدا. بالظبط بالظبط، انا كنت بقول كانها مباراه تدريبيه لريال مدريد. كان الشكل غريب جدا، كان الشكل غريب جدا. ليفربول مش نادي قليل والاسماء اللي في الملعب مش اسماء قليله عشان تظهر بهذا الشكل المخزي في شوط كامل. وحتى بعد 10 دقائق من الشوط الثاني برضه رجعوا تاني لنفس الشكل السابق. طب خليني اسالك، هل هدف محمد صلاح انقذ الموقف بنسبه كبيره؟ يعني انت دلوقتي اعتقد محتاجين 2-0 ليفربول علشان يتاهلوا، صح كده؟ طبعا هو خلينا نقول ان محمد صلاح
مش علشان احنا مصريين مش بنجامله، لكن هو بالفعل كان افضل لعيب ليفربول امبارح. انت لو جيت تبصي على كل اللعيبه اللي شاركت مش هتلاقي حد ادى المطلوب منه غير محمد صلاح. ايه المطلوب منه؟ محمد صلاح اولا كان في لعبه الهدف، كان في المكان الصح في الوقت الصح، وطبعا الفينش رائع جدا على المرمى، احرز هدف انقذ وجه فريق ليفربول بشكل كبير. طبعا احنا شايفين على الشاشه الاحصائيات الخاصه بمحمد صلاح اللي هو رجل فعلا ليفربول في المباراه بالتاكيد. محمد صلاح احرز هدف، لعب كل المباراه، لعب 95 دقيقه، الفرصه الوحيده اللي اتاحت له بنسبه 100% جاب منها، احرز منها الهدف، صنع فرصتين، ودي برضو في ظل الحاله اللي كان عليها خط وسط وهجوم ليفربول ده يعني مقبول جدا من محمد صلاح انه يحرز فرصتين. كان ليه اهداف متوقعه 55% اللي هو نص هدف اللي هي من فرصه غير محققه، ومع ذلك هو احرز هدف يعني حتى تعدى نسبه الاهداف المتوقعه، وكان عنده تمريرات صحيحه بنسبه 70% اللي هو 25 تمريرة صحيحة من ضمن 36 تمريرة، ودي برضو بالنسبة للضغط اللي كان واقع عليه من مندي والثنائي ناتشو ميليتاو وكمان كاسيميرو في خط الوسط، برضو دي نسبة مقبولة جدا. فبالتالي محمد صلاح نقدر نقول انه ادى يعني بصيص امل لليفربول. طبعا لسه الموضوع صعب، وفكرة انك تعملي ريمونتادا بالحالة دي على ليفربول على ريال مدريد وعلى انفيلد بدون جماهير، ريمونتادا برشلونه احنا فاكرين الاجواء كانت عامله ازاي، وشايفين وفاكرين الدعم الجماهيري كان عامل ازاي، وفاكرين الروح والشكل الفني حتى اللي كان عليه ليفربول كان عامل ازاي، كل ده مش موجود دلوقتي. فكره انك تعملي ريمونتادا على ريال مدريد يعني نقدر نقول مهمه صعبه، مش سهل ان هم يعملوا ريمونتادا. طبعا انت بتتكلمي دلوقتي في نسب، لو هتتكلمي بنسب يعني مئويه بتتكلمي 75 25 مثلا لريال مدريد. طيب انا بس عايز اعرف الاهداف المتوقعه، يعني احنا بنحسبها ازاي؟ ليه ليفربول عند حضرتك ان هو 88% الاهداف المتوقعه ليه في المباراه، والريال مدريد 1.77 او 1.77؟ الاهداف المتوقعه بتتحسب بناء على الفرص المتاحه وخطورتها والناتج بعد الفرصه، يعني النتيجه بعد الفرصه. فبناء على شكل اداء ليفربول او الفرص اللي اتحت له خلال المباراه، طبعا هي ما بتتحسبش بنسبه اللي هو 1 2 3 نسبه رسميه، هي بتبقى بتحسبي وليكن مثلا سبع فرص. السبع فرص كان اللي تقدري تحرزي من خلالها مثلا من خمس فرص وليكن مثلا يعني، فبتطلع في الاخر النسبه 88%. ف يعني ده دليل فكره ان ده ضعف تقريبا الاهداف المتوقعه لريال مدريد ضعف الاهداف المتوقعه لليفربول. ده دليل ان ريال مدريد كان بيهاجم بشكل اكبر من ليفربول. في بعض التقارير اللي اتكلمت على انزعاج محمد صلاح خلال المباراه من انانيه ساديو ماني، شفت ازاي التقارير دي وبالنسبه لك ما مدى صحتها؟ يعني انا كنت لحد يعني فتره فاتت قريبه كنت معترض او ما كنتش مقتنع قوي بفكره ان ساديو ماني ما بيقصد او بيقصد ما يبصيش لمحمد صلاح وبيكون عنده فرصه للتمرير او ان يدخل صلاح انفراد وده وما بيعملش ده. لكن الحقيقه في بعض المباريات مؤخرا لما بدات اركز بدات الاقي ان الموضوع قد يكون مقصود، لان امبارح في الوقت اللي انت متاخره فيه 2-0 او 2-1 او 3-1 وتحديدا لما كانت النتيجه 3-1 جت فرصتين لساديو ماني، منهم فرصه كانوا ثلاث لعيبه على اثنين وكان فيرمينيو فتح في الناحيه الشمال، كان ساديو ماني كسر بالكره على قلب الملعب ومحمد صلاح كان في اليمين وكان وش ساديو ماني مواجه لمحمد صلاح والاثنين قلب الدفاع اللي كانوا ناتشو ميليتاو، الاثنين ضغطوا على ساديو ماني. يعني مجرد لمسه لساديو يعني اي حد في الملعب حتى لو ما بيمارسش كره القدم اسهل شيء في الدنيا انه يدي التمريره لمحمد صلاح، وساعتها محمد صلاح كان هيدخل انفراد. ومع ذلك ساديو ماني تباطأ فيها بشكل كبير جدا ووقف على الكوره لحد ما وقع والكوره اتقطعت، ظهر بالنسبة لي يعني قناعات ان فعلا ساديو ماني في مشكلة، يعني في الموضوع مشكلة وقد يكون بيعمل ده بشكل مقصود. واذا كان محمد صلاح منزعج من ده فليه طبعا كل الحق، ليه كل الحق. طيب في ارقام جديدة حققها محمد صلاح بعد مباراة امبارح؟ طبعا هو محمد صلاح اولا على الصعيد المصري بقى خامس لاعب مصري يسجل في ريال مدريد. وده برضو يعني انت عارفه دايما التسجيل في ريال مدريد وبرشلونه تحديدا بما انهم الناديين الاكثر جماهيريه بتكون يعني فرصه ان انت تسجلي الارقام. يعني يمكن اخر لاعب سجل في ريال مدريد اخر لاعب مصري كان محمد زيدان، وقبل
كده كان ابراهيم حسن سجل في ريال مدريد، ويعني محمد صلاح ده الرقم المصري، لكن الرقم العالمي انه وصل ل 26 او الرقم الخاص بليفربول، انه اولا بقى خامس لاعب في تاريخ ليفربول يوصل لاربع مباريات متتاليه في تشامبيونز ليج او بطولات اوروبيه يسجل فيهم بشكل متتالي. كان اخر حد عمل ده كان ستيفن جيرارد، صلاح هو اخر حد او اخر لا او خامس لاعب حقق ده في ليفربول، وده رقم كمان مش قليل. الرقم الثاني انه بيواصل صدارته لقائمه هدافي ليفربول في دوري ابطال اوروبا برصيد 26 هدف، وبرده ده رقم عظيم جدا. فكره انك تلعبي 3 4 سنين في ليفربول وتوصلي تكوني الهداف التاريخي على اساطير لعبت سنين وسنين وشاركت في بطولات اوروبيه طبعا، وكان المتصدر قبليه هو الاسطوره ستيفن جيرارد، فده رقم محترم جدا وشيء مبهر وشيء يشرفنا كمان كمصريين. قبل ما نروح لباريس سان جيرمان او كمان لا نروح الاول مان سيتي، بس انا كنت شفت على بي بي سي سبورت انه مفيش فريق قدر ان هو يفوز في كل البطولات الاوروبيه على ليفربول اكتر من ريال مدريد 4 مرات. هو طبعا ده بيقول لنا ايه دكتور؟ هو شوفي اي رقم في دوري الابطال هتلاقي اي رقم ايجابي طبعا هتلاقي ريال مدريد هو اللي محققه، لانه دايما ريال مدريد في دوري الابطال من الخمسينات من ساعه ما بدا يعني الجلوري بتاعه والمرحله مرحله الانتصارات العظيمه بتاعته لحد ما وصل ل 13 لقب النهارده، كل الارقام الايجابيه عند ريال مدريد. هو الحقيقه كانت المواجهات دايما الكلاشات بين ليفربول وريال مدريد متتالي، يعني كان اخرهم حتى نهائي 18 نهائي دوري ابطال 18، وكمان كنت لسه بتكلم معاكي عن اخر مباراه ما قدرش ليفربول يوصل للمرمى في الشوط الاول، كانت برضه قدام ريال مدريد في سانتياغو برنابيو، فيمكن حظ ليفربول انه دايما حظه وحش مع ريال مدريد بيقع قدام ريال مدريد. طيب خلينا نروح بقى لمباراه مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند، مباراه هل كانت نتيجتها زي ما توقعتها؟ يعني انا مش عارفه ليه توقعت ان مانشستر سيتي هيفوز اسهل من كده، شفتها ازاي المباراة دي؟ دي برضو من المباريات اللي كنا واحنا بنتكلم ونقدمها كانت مباراة متوقع انها تكون مفتوحة، يعني متوقع ان الفريقين هيسجلوا اهداف، لكن كان الشعور او الفوارق الفنية بتقول ان السيتي هو اللي ممكن يفوز بفارق محترم او فارق معقول. امبارح بروسيا دورتموند لعب مباراة دفاعية بشكل كبير وقفل الملعب واعتمد طبعا على الهجمات المرتدة اللي كانت تارجت فيها هالاند وريوس. في المقابل سيتي لعب بطريقته الطبيعية اللي هو كان بيضغط من كل حتة في الملعب وكان بيحاول يغلط لاعبي بروسيا دورتموند. طبعا دي بعض الإحصائيات اللي خاصة بالمباراة، لو جينا كده نراجعها مع بعض هنلاقي اهداف مانشستر سيتي 2 بروسيا دورتموند طبعا 1، الاستحواذ 38% بالنسبه لبروسيا دورتموند و62% بالنسبه لمانشستر سيتي، قليل قوي من بروسيا دورتموند. مع ان بروسيا دورتموند كان عايز كده، يعني هو داخل المباراه هو مش فارق معاه الاستحواذ، هو كان زي ما قلت لك مقفل الملعب وبيلعب على الكونتر اتاك، وقدر من هجمه يعني قدر يركز فيها انه يحرز هدف التعادل عن طريق مارك رويس من طبعا الاسيست بتاع هالاند. لكن يعني نكمل الاول الاحصائيات ونقول ايه اللي اختلف امبارح في مانشستر سيتي بالنسبه لفرص. انا عايز اسال حضرتك على فرص بروسيا دورتموند اللي على المرمى 5 وجاب منهم هدف واحد بس. ما بصي عدد الفرص متساويه وده يديك انطباع ان مش الاستحواذ هو المؤشر على افضليه الفريق في المباراه. صح. بروسيا دورتموند ساب الكوره لمانشستر سيتي، لكن لما كان بيعمل كونتر اتاك كان بيركز وبيروح تو ذا بوينت او على المرمى على طول. انه يصنع 5 اهداف من نسبه استحواذ 38% ده دليل انه كان مركز اكتر هجوميا اكتر من مانشستر سيتي. طبعا الاهداف المتوقعه يعني بالنسبه لمانشستر سيتي اعلى بكتير 2.1 من 10 مقابل 78%. التصويبات 12 تصويبه لمانشستر سيتي منهم 6 على المرمى، 7 تصويبات لبروسيا دورتموند منهم 3 على المرمى، والعرضيات الصحيحه كانت طبعا عند مانشستر سيتي واضح اهو، لان زي ما قلت لك بروسيا دورتموند ما كانش بيعتمد على الهجمات المنظمه، فبالتالي ما كانش مركز في العرضيات، يعني ما عملش ولا كوره عرضيه صحيحه، يعني ما عندوش ولا محاوله عرضيه اساسا، لان هو كل الهجمات بتاعته من قلب الملعب بيعتمد على تحركات ريس ومن جنبيه ايرلينج هالاند. الاحصائيات طبعا بتدينا فكره او انطباع ان مانشستر سيتي كان له الافضليه الى حد كبير. قبل دقائق قليله من النهايه كان بروسيا دورتموند احرز هدف التعادل وكان ممكن يحافظ على ده، والحقيقه
دايما مانشستر سيتي لما بيتعرض لهذا الموقف في السنين اللي فاتت مع جوارديولا تحديدا، لما الفريق اللي قدامه بيتعادل معاه او بتفضل النتيجه تعادل لحد قبل وقت قليل، دايما كان مانشستر سيتي بيفتح كل خطوطه وبيلعب بالهجوم الكامل، وده كان بيعرضه انه يستقبل مزيد من الاهداف. لكن يبدو ان جوارديولا يعني اتعلم الدرس، وامبارح حتى بعد ما احرز فيه الهدف التعادل حافظ على خطوطه مغلقه ولعب بنفس طريقته العاديه. وطبعا كان الكريدت عند دي بروين لما عمل بري اسيست عظيم جدا بتمريره يعني موجهه محدش يعملها الا دي بروين، نزلت لجوندوجان وكانه يعني 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 كان مفيش اصلا لعيبه، ويعني اخترق الخيال، الكره راحت نزلت على جوندوجان اخترقت كل الخطوط وكل اللاعبين. وطبعا عمل الاسيست لفودن ما لقاش اي صعوبه انه يحرزها، طبعا مشكله كبيره في التمركز الدفاعي لبروسيا دورتموند. لكن لما يكون عندك لاعب بقيمه دي بروين فلازم. معانا كمان يا دكتور ارقام كيفن دي بروين رجل مباراه لفريق مانشستر سيتي، دقائق اللعب 94. ده بالتاكيد هو رجل المباراه يعني. هو يعني هو فعلا كان اللاعب الاكثر، هو احرز هدف الاول ويعتبر هو اللي صنع الهدف الثاني، مش جوندوجان. فا يعني هو عمل امبارح طبعا احرز هدف زي ما قلنا، وصنع فرصتين منهم الفرصه اللي تم احراز منها الهدف، صوب تصويبتين احرز منها هدف، وده برضه نسبه كبيره 50%. التمريرات الصحيحه 83%، 63 تمريره، وده برضه رقم كبير ومعدل نجاح كبير. وخلي بالك برضه تمريرات دي بروين لما تيجي تحلليها فنيا مش رقميا. انا عايز اعرف بتدل على ايه الارقام. الارقام دي لما بتيجي مثلا لو جينا امبارح نحلل عدد تمريرات وليكن في مباراه ليفربول ريال مدريد، لو جينا نحلل عدد تمريرات فابينيو ممكن تلاقي عدد اكتر من دي بروين ممكن. وممكن تلاقي كنسبه ممكن تلاقيها اكتر من دي بروين، بس لو جيت تحللي تلاقي في لاعب كل تمريراته عرضيه وللخلف، ودي بروين امبارح كل تمريراته للامام. فلما يكون عندك 52 تمريره صحيحه للامام توصل بنسبه نجاح 83%، دي قيمه كبيره جدا يعني. ده رقم يدل على ان ليكي لما تربطي بقى الارقام بالفنيات، هي الكوره مش بس ارقام بتتقال، لكن لازم تكوني شايفه الرقم، شايفه المباراه علشان تقدري تحللي هذا الرقم. التمريرات البينيه الصحيحه 2 من 3 بنسبه 66%، برضو دي نسبه محترمه جدا. والمراوغات على فكره ده رقم كبير، لما يحاول يراوغ 6 مرات وينجح في 5 منهم ده رقم كبير جدا يعني. هل دورتموند قادر ان هو يعود بقى في مباراه العوده او في المباراه الثانيه؟ نفس الحظوظ مش هتختلف كتير يعني. انا متخيل انه نفس الشكل اللي مانشستر سيتي لعب بيه امبارح هو اللي هيلعب بيه، هيضغط برضه بروسيا دورتموند، لان الحقيقه في فوارق فنيه كتير. الفرص طبعا 1-0 تساعد بروسيا دورتموند، بس اعتقد هيكون في صعوبه كبيره عند بروسيا دورتموند انه يحافظ على نظافه شباكه في مباراه دورتموند. فيعني انا متخيل ان النتيجه دي بتخلي لسه مانشستر سيتي هو الاقرب للصعود، واعتقد هتكون دي اول مره يصعد للسيمي فاينال مع جوارديولا. النهارده بقى في نهائي مبكر ما بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، وطبعا يعني كان في النهائي اللي فات او الموسم اللي فات بين الفريقين وقدر بايرن ميونخ ان هو يفوز. كتير من الناس بتتوقع فوز باريس سان جيرمان النهارده، بالرغم انا شايفه انه صعب شويتين. الفريقين بيعانوا يعني، الفريقين عندهم معاناه كبيره من الغيابات يعني، لعيبه من ابرز، كان المعاناه عند بايرن ميونخ اكتر لما لاعب بقيمه ليفاندوفسكي افضل لاعب في العالم يكون مش موجود، اللي هو محور الاداء الهجومي كاملا بتاع بايرن ميونخ. فدي مشكله كبيره بالنسبه لهانز فليك. هيحل المعضله دي ازاي؟ في كلام ان تشوبو موتينج هو طبعا الحل المفضل بالنسبه لهانز فليك، هو اللي هيكون موجود على حسابه النهارده. لكن طبعا فرق السماء من الارض بين ليفاندوفسكي وقيمته وتاثيره وتشوبو موتينج وقيمته وتاثيره. كمان يعني زاد الطين بله زي ما بنقول، غياب نابري بسبب اصابته بكورونا مش هيكون موجود، وبرده سيرجي نابري هو واحد من اهم محاور بايرن ميونخ الهجوميه. اكيد في بدائل يعني، بايرن ميونخ عنده بديل، والبدائل الكفء فيه موجود لرواساني اكيد هيكون موجود، مولر هيكون موجود، طبعا في خط الوسط لسه الثنائي كيميتش وجوريتسكا لسه موجودين، ودول برضو ثنائي محترم جدا ومن اهم عوامل انتصارات بايرن ميونخ، يمكن ما يكونوش متشافين عشان ما بيحرزوش اهداف كتير. طبعا كينجسلي كومان كمان موجود يعني. التركيبه دي هتواجه في الناحيه الثانيه برضو تركيبه هجوميه محترمه جدا، كان في غياب لماورو ايكاردي وغياب تاني مؤثر الحقيقه لفيراتي.
فلما بتتكلمي عن لاعب بقيمه فيراتي اللي هو كان واحد من اهم اسباب تفوق باريس سان جيرمان على برشلونه في مباراه الذهاب لما استغلوا بوكيتينو ولعبوا في مركز 10 وقدر ان هو بتمريراته وبتواجده في هذا المكان انه يستغل سرعات كيليان امبابي ويفوز في برباعيه في 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 كامب نو. فالغيابين دول الحقيقه مؤثرين وتحديدا غياب فيراتي. مين فيهم اللي هيقدر يحل معضلة الغيابات؟ هل شخصية باريس سان جيرمان هتظهر النهاردة؟ أنا ما شفتش الشخصية دي قدام برشلونة في الإياب في ملعب حديقة الأمراء لما برشلونة تسيد المباراة. كان يقدر يعمل ريمونتادا الحقيقة لولا سوء الحظ. يعني يقال ان باريس سان جيرمان شخصيته ما بتبقاش قويه قدام الفرق الكبيره. هو ده الانطباع اللي وصله لنا. يعني الـ من ساعه ما المشروع بتاع باريس سان جيرمان وضخ الاموال واستقطاب النجوم بدا، احنا ما وصلناش هذا الفريق انه صاحب شخصيه يستطيع بيها انه يكسب دوري الابطال. دايما كان كل ما يواجه فريق قوي سواء في دور 8 سيمي فاينل دور 16 دايما، حتى لما وصل للمباراه النهائيه ما كانش هو باريس سان جيرمان السنة اللي فاتت اللي لعب كل فترات البطولة. النهاردة هل نيمار هيكون ليه تواجد وهل هيقول انه يرجع تاني لدايرة افضل لاعب في العالم؟ نيمار من اللعيبة اللي كان الكل مرشحهم ان هو اللي هيكون الوريث الشرعي لعرش رونالدو وميسي، وفي الوقت ده اللي نيمار المفترض في عز توهجه في السن اللي تسمح له بانه يقوم بهذا الدور، ولما قال انا يعني رحلت من ظل ميسي عشان هو يبقى النجم الاوحد. النهارده كلنا بنتكلم عن كيليان امبابي، وكلنا بنتكلم عن هالاند، وكلنا بنتكلم عن دي بروين وعن محمد صلاح، والكل متناسي تماما نيمار بسبب نيمار نفسه. هي يعني تفاصيل كتير اكيد هتحسم المباراه النهارده. المباراتين هيكون فيهم كلام كتير فنيا. نتيجه النهارده مهما كانت مش هتحسم ابدا الصاعد. المباراه الثانيه اللي هتكون في حديقه الامراء اكيد هي اللي هتكون ليها الحسم. طيب انا عايزه اسالك على بورتو وتشيلسي الحقيقه سريعا، يعني شايف انه ازاي انه بورتو الفريق الاوروبي الوحيد من خارج الخمسه الكبار يعني في الدوريات الكبرى هو المتواجد في دور الثمانيه؟ لان الفريق بيلعب بتكتيك يكسب بطوله او يظهر الفرق الصغيره في بطولات كبيره. بورتو مش فريق صغير، لكن هو بيلعب في دوري برتغالي مش هو الاقوى، ما عندوش النجوم الاكبر انه يتخطى يوفي بكريستيانو رونالدو بكل هذه النجوم. ده لازم نقول ان وراه مدرب محترم اسمه سيرجيو كونسيساو، عارف ازاي يطوع قدرات لاعبيه ويلعب بالطريقه المناسبه انه تخليه النهارده بيلعب وسط الثمانيه الكبار وممكن جدا يكون موجود في السيمي فاينل. عنده بعض الاسماء اللي هتكون يعني يمكن مقصد للعديد من الانديه الكبيره في التعاقدات في الصيف الجاي اذا بورتو تخلى عنهم، وهم محاور اداء الحقيقه فريق بورتو، ولازم تشيلسي يلعب عليهم النهارده. بنتكلم عن كورونا الجناح اليمين، بنتكلم عن اوليفيرا لاعب خط الوسط، وطبعا المهاجم ماريجا موسى ماريجا بقوته البدنيه الكبيره. يعني ثلاث اربع اسماء هم محور اداء فريق بورتو. بيلعب طبعا بطريقه 4-4-2 اللي بتفكرنا او 3-6-1 بتفكرنا بحد كبير باتلتيكو مدريد في عزه مع ديجو سيميوني. في المقابل تخل باستثناء الخساره الغريبه الاخيره قدام ويست بروميتش عامل طبعا شغل محترم جدا مع تشيلسي. الخساره نقدر نقول عليها استثناء اذا ما كانتش يعني هتجر خسارات بدايه من النهارده، ما تكونش فتره تراجع للفريق. من توخيل عمل نفس الفكر او فكر قريب من فكر بورتو اللي هو برضه بيلعب بدفاع قوي جدا بدفاع صلب جدا وبيعتمد على الهجمات المرتده. عنده اسماء بتفيده في هذه الهجمات بسرعات زي تيمو فيرنر زي ميسون ماونت زي حكيم زياش يعني تامي ابراهام، عنده العديد من الاسماء الحقيقه. زائد طبعا خط الوسط العظيم جدا الديفندرات اللي بيقودهم انجولو كانتي، ونقوله كانت يبقى هو اهم ورقه في اوراق فريق تشيلسي. اليوم اللي بيكون متالق فيه نجولو كانتي وبيكون فورمه بيكون تشيلسي كله ظاهر بشكل كبير، وده شفناه مثلا قدام ليفربول. واليوم اللي بيكون اوت اوف فورم نجولو كانتي بيلاقي كتير تشيلسي صعوبات. بشكرك جدا دكتور وليد الحديدي الناقد الرياضي بالاهرام الرياضي، شكرا على كل المعلومات دي نورتنا. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك وشكرا لحضراتكم على المتابعه. النهارده برضو يعني يوم كروي ممتع جدا، مباراتين ممتعين وخصوصا مباراه بايرن ميونخ باريس سان جيرمان، وكمان يوم الجمعة طبعا مباراة الأهلي وسيمبا، وبنتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي. بشكر حضراتكم على المتابعة.